لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مع درس من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. والنهاردة معانا درس من دروس سلسلة المقارنات. هناخد مقارنة جديدة النهاردة من سلسلة المقارنات بين الإشارات، ومعانا النهاردة إشارتين اتنين، سينيالي بيركورسو بيدونالي وسينيالي ديفينا دي بيركورسو بيدونالي. مع بعض كده نعرف الفرق بين الإشارتين دول. الإشارة الأولى سينيالي دي بيركورسو بيدونالي، ممر للراجلين، معبر أو ممر أو منطقة للراجلين. هنا اللي عليها الريجة روسا، الخط الأحمر ديت، هي نفس الإشارة اللي هي الدايرة اللي خلفيتها زرقاء وفيها رسمة شخص أو بدوني، وعليها خط أحمر يعني نهاية معبر أو ممر الراجلين، سينيالي دي فينا دي بيركورسو بيدونالي. مع بعض نشوف الفرق بين الإشارتين، ناخد واحدة واحدة كده ونعرف بالظبط ازاي نفرق بين سينيالي بيركورسو بيدونالي وسينيالي فينا دي بيركورسو بيدونالي. هنا سينيالي بيركورسو بيدونالي ممر الراجلين، هناخد نعرف الأول الإشارة الأولى اللي هي بيركورسو بيدونالي ممر الراجلين، ممر الراجلين زي ما احنا شايفين معانا اهوت في الصورة، ده ممر الراجلين. يعني ايه بيركورسو بيدونالي او سينيالي بيركورسو بيدونالي؟ اون سينيالي دي بريسكريسيونيش، افكرك وافكرك تاني بسينيالي دي بريسكريسيون. يعني ايه سينيالي بريسكريسيون؟ قلنا سينيالي بريسكريسيون عبارة عن اشارة تدارك بيندرج تحتها ثلاث أنواع من الإشارات. واحد سينيالي دي أوبليجو اللي هو مع دلوقتي، وإيه هو سينيالي دي أوبليجو؟ اللي هي الدايرة اللي خلفيتها زرقاء زي ما احنا شايفين ده، دايرة خلفيتها زرقاء، ده عبارة عن سينيالي دي أوبليجو إشارة إجبار. النوع الثاني سينيالي دي فيتو إشارات المنع، اللي هي الدايرة اللي خلفيتها حمراء. تمام، ده النوع الثاني. النوع الثالث من سينيالي دي بريسكريسيوني اللي هو سينيالي دي بريتشيدنسا، أولوية أو أحقية المرور. يبقى الثلاث أنواع ده هم، أو النوع اللي معايا النهاردة اللي هو إشارة من إشارات الإكبار سينيالي دي أوبليجو، أون سينيالي دي بريسكريسيوني يعني سينيالي دي أوبليجو إنديكا إنيسيو دي أونا فيلا، أونا فيلا أريا بدونالي، أونا فيلا أو أونا أريا بدونالي سولو ترانزيتو سولو بير البيدوني، ديزلينتا ترانزيتو سولو ديل بيدوني، نون كونسنتيتو ترانزيتو الفيكولي، السينيالي فالي 24 اورا سو ال 24 اورا، نون انديكا اونا ادفيرسامينتو بيدونالي ابوري اونا بيركورسو بيدونالي اتشيكليبلي. يعني ايه الكلام ده؟ الإشارة قلنا عبارة عن إشارة تدارك أو إشارة إكبار، بتعني بداية منطقة مخصصة لعبور الراجلين، منطقة أو ممر مخصص للراجلين فقط للراجلين. نون كونسنتيتو يعني لا تسمح الإشارة بمرور
أو بعبور المركبات أو العربات. الإشارة صالحة ال 24 ساعة في ال 24 ساعة، يعني صالحة بالليل وصالحة أيضا بالنهار. دي جورنو أنكل دي نوت، شغالة ال 24 ساعة. ما الإشارة ديت ما هياش معبر للراجلين اللي هي الخطوط الأرضية اللي بتبقى في الأرض، ده ما هياش معبر للراجلين، هي عبارة عن ممر فقط، ممر منطقة أو ممر مخصص لعبور المشاة أو لمرور المشاة، تمام؟ يبقى ما هياش مخصصة للدراجات البشكليتة، ما هياش مخصصة للفيكولي، وإنما هي أريا أو فيلا بيدونالي بير البيدوني، بير ترانزيتو سولو البيدونيش. ده بالنسبة لبيركورسو بيدونالي اللي هي ممر الراجلين، زي ما احنا شايفين اهي، ده ممر الراجلين. نشوف الإشارة التانية اللي معايا اللي هي سينيالي دي فينا دي بيركورسو بيدونالي، نهاية ممر الراجلين. نفس الإشارة ولكن زي ما أنا قلت اللي هي عليها الريجة أو الخط الأحمر أهو، معناته نهاية فينا دي بيركورسو بيدونال، فينا دي بيركورسو إيه؟ بيدونالش. يعني إيه الإشارة ديت؟ ماذا تعني هذه الإشارة؟ فينا دي بيركورسو بيدونالي أون سينيالي دي بريسكريسيوني أو أون سينيالي دي أوبليجو indica la fine di una villa o area bidonale distinta il transetto del bidone. Il bidone possiamo ancora entrare, ma ora entro anche nell'altro veicolo. Quando indica che di il più il bidone non circolare, più su un percorso riservato. Non è vero che vietato il bidone di attraversare la strada, che indica la fine di un attraversamento bidonale. يعني ايه العباره؟ الاشاره عباره عن اشاره تدارك، اشاره اجباريه بتعني نهايه الممر او المنطقه المخصصه للمشاه او الراجلين، تمام؟ ومعنى ذلك ان المنطقة المخصصة للراجلين خلصت نهايتها، ولكن ممكن ايضا البيدوني يمشي فيها. المنطقة المخصصة للراجلين خلصت، مش معنى ذلك ان هو هيمنع مرور الراجلين، لا، هو بيقول له كده المنطقة اللي كانت خاصة بيك انت وحدك خلصت، بس ممكن تمشي فيها، ولكن ممكن تلتقى البشكليتة ماشية، الدراجات ماشية، ممكن تلتقى الفيكولي ماشي، يعني هتلتقى أنواع أخرى من المركبات ماشية معاك أيضا. يعني هي كانت الأول مخصصة لك، دلوقتي ما عادتش لك لوحدك، عادت أنت والآخرين أيضا بيشاركوك في هذا الممر. يبقى عندك نوناي انديكا، يعني مش نهاية المنطقة أو الفرسامينتو بدون، دي مش الفرسامينتو يا جماعة، بدونالي مش معبر للراجلين، الخطوط الأرضية ده مش أون معبر ومش أون الفرسامينتو بدونالي، ولكن أون أريا بدونالي. في فرق بين أريا بدونالي وبين الفرسامينتو بدونالي، تمام كده؟ ندخل بقى ونشوف مع بعض أشكال الأسئلة اللي بتيجي على هذه الجزئية، سواء كانت الأسئلة الصحيحة أو الأسئلة غير الصحيحة. نشوف مع بعض بعض أو كل الأسئلة الصحيحة وأيضا الأسئلة غير الصحيحة اللي وردت على الإشارتين دول، اللي هم ممر الراجلين بيركورسو بيدونالي ونهاية ممر الراجلين فينا دي بيركورسو بيدونالي. هنشوفهم مع بعض ونشوف إزاي بتيجي الأسئلة. أدي معايا السؤال الأول، بيقول لي السينيالي ريفوجوراتو انديكا للانيسيو دو اونا فيلا بيدونالي. اونا فيلا بيدونالي يعني الإشارة الممثلة بتعلم عن بداية الطريق للراجلين أو منطقة مخصصة للراجلين. فيلا بيدونالي
إنيسيو دي أونا فيلا بدونالي، يعني منطقة مخصصة للراجلين. طبعا أقول له إيه يا جماعة؟ فيرو. أقول له إيه؟ فيرو. تمام، يبقى هنا أبص زي ما أنا اتعودت في حل الأسئلة دايما أشوف هنا ديت نهاية ولا بداية الممر بتاع الراجلين. قال لي هنا إنيسيو يعني بداية، لو كان عليها الخط الأحمر هنا كان في خلاف تاني أو فرق تاني في الإجابة، يعني لو حطلها على ديت خط أو ريجا روسا تبقى هنا السؤال طبعا هيبقى فالسو، لكن هنا بدون الريجا روسا هنا يبقى الإجابة فيرو. يبقى سينيالي ريفوجراتو إنديكا لإنيسيو دي أونا فيلا بدونالي، أقول له فيرو. نشوف السؤال رقم 2 اللي معايا، السينيالي فوجراتو اون سينيالي دي اوبليجو. اون سينيالي دي اوبليجو، انا قلت لك ان كل الدوائر الزرقاء كلها لو جالك فيها السؤال بهذه الصيغه سينيالي فوجراتو اون سينيالي دي اوبليجو على طول هتقول له فيرو. لو قال لك السينيالي فوجراتو اون سينيالي دي بريسكريسيوني على طول هتقول له فيرو. يبقى هنقول له ايه يا جماعه؟ فيرو. السينيال ده عباره عن اشاره اجبار، يبقى فيرو. ندخل على السؤال اللي بعد كده رقم 3، السينيال ريفوجراتو فالي انكل دي جورنو. فالي انكل دي جورنو، انا قلت لك ان صلاحيه الاشاره ممتده 24 اورا بير 24 اورا، يعني ممتده فالي دي نوت انكل دي جورنو بالصبح وبالليل خلال ال 24 ساعه صلاحيه الاشاره مستمره. يبقى هنقول له فيرو. فالي انكل دي جورنو، اقول له فيرو. طبعا شغاله ليل ونهار، صبح ونهار، طول اليوم شغاله، نقول له فيرو. السؤال الرابع، السينيال ريفوجراتو اندكا اونا بيركورسو بيدونالي. بيركورسو بيدونالي يعني منطقه للراجلين او مكان مخصص للراجلين، اقول له ايه يا جماعه؟ فيرو. تعلم الاشاره الممثله عن ممر للراجلين، اقول له فيرو. صح، تمام كده. يبقى هنا ناخد بالنا ان ده عبارة عن بيركورس بدونالي او عبارة عن اريا بدونالي او عبارة عن فيلا بدونالي، لكن لو جه قال لك ادفرسامينتو بدونالي تقول له فالسو. كلمة ادفرسامينتو بدونالي مش هي ديت، لا، اللي هي فيها الخطوط الارضية اللي متقسمة او مرسومة على الاسفلت. ندخل على السؤال الخامس، السينيال ريفوجراتو انديكا اونا ادفرسامينتو بدونالي. اهو يا جماعه السؤال اهو اللي انا بقول لكم عليه، ادفرسامينتو بدونالي على طول هتقول له ايه؟ فالسو. ده مش اونا ادفرسامينتو بدونالي، دي اونا اريا، اونا بيركورسو، اونا فيلا بدونالي، اقول له فيرو. لكن ادفرسامينتو بدونالي يبقى فالسو. يبقى ده يا جماعه ايه؟ فالسو. ادفرسامينتو بدونالي فالسو. يدخل على السؤال رقم 6، السينيالي ريفوجراتو انديكا اونا دي فيتو دي ترانزيتو بير البيدوني. ركز معايا في السؤال رقم 6، تشير الإشارة الموضحة أو تعلم الإشارة الموضحة عن منع عبور الراجلين. الإشارة ديت بتمنع دي فيتو ترانزيتو بير البيدوني، إشارة منع أو ممر للراجلين، تمنع ممر الراجلين أو البيدوني. طبعا فالسو. ديفيتو ترانزيتو بير البيدوني عبارة عن إشارة منع لعبور الراجلين، أقول له فالسو. ده مش منع للراجلين أبدا، ده عبارة عن أونا أريا أو أونا بيركورسو بيدونالي، يبقى فالسو. يبقى يا جماعة فالسو. ديفيتو ترانزيتو البيدوني فالسو، سواء كانت على ديت او على الخط اللي هي فيها خط احمر، برضو الاثنين يبقوا مفلسوا. بعد كده السينيال ريفيجراتو كونسنتيتو، السؤال رقم 7، السينيال ريفيجراتو كونسنتيتو ترانزيتو انكل الفيكولي ما سولو كون بارتوكولاري برودنسا اي التنسيوني البيدوني. يعني الاشاره ديت بتسمح الاشاره او بتشير الاشاره الى ايضا مرور او عبور العربات
ولكن ان على سائق العربية ان هو يكون متوخي الحذر، وكمان ياخد باله من الراجلين. اتنسيون البيدوني، طبعا الكلام ده مش صحيح، هنا فالسو، يبقى هنا كونسنتيتو ترانزيتو انك للفيكولي، على طول اقول له فالسو، لان هنا المنطقة سولو بير البيدوني فقط اللي بيمشي في هذه الإشارة، هو البيدوني فقط. الايه؟ البيدوني ماشي على رجليه. يمشي على عجلة؟ لا، ما يمشيش على عجلة كمان، ماشي على رجليه، تمام؟ ما يمشيش مع لا بشكلتة ولا يمشي مع الفيكولي، يبقى فالسو. ندخل على السؤال الثامن اللي بيقول معايا السينيالي ريفوجراتو obbligo il conducente del veicolo dare la precedenza al bidone. Obbligo il conducente del veicolo dare la precedenza al bidone. اوعى تتسرع في الاجابه على السؤال، لان هنا طبعا العربيات اصلا مش هتمشي في هذه الاشاره. عند تواجد هذه الاشاره العربيات لا تسمح نون كونسنتيتو ترانزيتو الفيكولي. هنا بيقول لك ان هن بتجبر السواق بتاع العربيه ان هو يدي الاولويه للبيدوني، طبعا فالسو، لان اصلا في الاساس الفيكولي نون كونسنتيتو ترانزيتو لا يسمح بمرور العربات ولكن سولو البيدوني، يبقى فالسو. ندخل على السؤال التاسع، السينيالي ريفوجراتو انديكا اونا بركورسو بيدونالي تشيكليبلي، يعني هنا ممر مخصص بدون الاشخاص او الراجلين معاهم الايه؟ الشيكليبلي، يعني العجل. طبعا تشير الاشاره الى معبر للدراجين والدراجات، اللي يبقى البدوني للراجلين والدراجات كمان. لا يا جماعه، هنا مخصص فقط للراجلين ماشيين على رجليهم، لو راكب عجله ما ينفعش يمشي عند تواجد هذه الإشارة، تمام؟ لأن في إشارة أخرى لبتاعة العجل، لكن هنا فقط سولو البدون، يبقى هنا فالسو. عندك أمبركورسو بدونالي لغاية كده تبقى صح، قبل كلمة شكليب اللي جنبها تبقى إيه يا جماعة؟ فالسو على طول. ندخل على السؤال العاشر، السينيالي ريفوجراتو بوستو إن كون روسبوندنسا دي فينا دي بركورسو بدونالي. فينا دي بركورس بدونالي، نهاية المعبر أو ممر للراجلين، طبعا الإجابة هتكون إيه؟ فالسو. الإجابة هتكون عفوا، الإجابة هتكون فيرو. هنا الإجابة فيرو، ليه؟ لأن السينيال ريفوجراتو بوستو إن كوروسبوندنسا، يعني قدام المنطقة بالظبط، قدام المعبر بالظبط هتلتقى الإشارة دهيت، يعني نهاية المنطقة أو المكان المخصص لممر الراجلين، أو فينا دي بيركورسو بيدونالي، نهاية المنطقة المخصصة للراجلين، أقول له فيرو، توجد الإشارة بالقرب أو عند النقطة نهاية ممر الراجلين، أقول له فيرو. ندخل على السؤال 11، السينيال ريفوجراتو بوستو ان كورسبوندنسا دي فينا دي فيلا بدونالي، هي نفس الحكايه، يقول لي فينا دي بفيلا بدونالي او فينا دي بركورس بدونالي، إيه كله زي بعضه، نقول له فيرو، الاثنين زي بعضه، جاب لك فيلا بدونالي او قال لك بركورس بدونالي، تقول له طبعا فيرو، تتواجد الاشاره الممثله عند نهايه طريق للراجلين فينا دي فيلا بدونالي، اقول له فيرو. السؤال ال 12، تعلم الإشارة السينيال ريفوجراتو إنديكا كي لا إنبو البيدوني نون كون نون شوركولانو بيو سوؤونا بيركورسو ريسيرفاتا. سينيال ريفوجراتو إنديكا شي دي لا إنبو كي دي دلا بيو البيدوني نون شوركولانو بيو سوؤونا بيركورسو ريسيرفاتو. تعلم الإشارة الممثلة على أن الراجلين من هنا لا يتجولون في هذه الأماكن المخصصة، يعني خلاص في هذه المنطقة بينتهي
تجول أو مرور أو عبور الراجلين، المنطقة المخصصة للعبور نون شور كولانو، البدون نون شور كولانو بيو سو اونا بيركورسو ريسيرفاتو، يعني خلاص المنطقة المخصصة لمرور أو لعبور الراجلين انتهت من هذه اللحظة. من هذه اللحظة ممنوع الراجلين يمشوا في هذه المنطقة لأنها ما عادتش مخصصة لهم، أصبحت هذه المنطقة من الآن هيلتقى البدوني أو يلتقى البشكلتة أو يلتقى العربيات، يعني هتبقى مخلطة، ما عادش ليك الحق إن أنت تمشي في هذه المنطقة لوحدك. يبقى هنقول له إيه يا جماعة؟ فيرو، نقول له إيه؟ فيرو نون شور كولاندو بيوسو والبركورسو دي ريسيرفاتو فيرو. السؤال رقم 13، السينيالي ريفيجراتو برونوتشا لافينا دي اونا اريا فيتاتا البيدوني، فيتاتا البيدوني، السينيالي ريفيجراتو برونوتشا لافينا دي اونا اريا فيتاتو البيدوني، يعني تعلم الاشاره عن نهايه المنطقه منع عبور الراجلين. الإشارة ديت خد بالك، الإشارة ديت مش معناها منع عبور الراجلين، مش بتمنع مرور البدوني، لا هي نهاية منطقة مخصصة لعبور الراجلين فقط. بعد هذه المنطقة ليس للراجلين الحق في عبور هذه المنطقة لوحدهم، ولكن هناك أصناف أخرى من المركبات معهم. يبقى هنا مش فيتاتو ترانزيتو البدوني أو فينا دون أريا فيتاتو البدوني، تبقى فالسو، تبقى يا جماعة فالسو. 14، السينيالي ريفيجراتو برونوتشا اونا ادفيرسامينتو بيدونالي، قلت لك ديت مش ادفيرسامينتو بيدونالي ولا فينا ادفيرسامينتو بيدونالي، ديت عباره عن اونا بيركورسو بيدونالي او اونا فيلا بيدونالي. يبقى في فرق بين بيركورسو بيدونالي وبين ادفيرسامينتو بيدونالي، يبقى نقول له فالسو. الادفيرسامينتو بيدوناني اللي هي الخطوط اللي بتاعت الراجلين، لكن ده طريق بتاع مخصص للراجلين فقط، يبقى في فرق بين الاتنين، تبقى فالسو. 15، السؤال رقم 15، السينيالي ريفيجراتو برونوتشا اونا ديفيتو ترانزيتو بير البيدونش، تعلم الاشاره الممثله عن منع عبور او مرور الراجلين. قلت للمرة العاشرة الإشارة ديت مش معناها نهاية أو من مش معناه منع مرور الراجلين، ولكن نهاية الممر المخصص للراجلين فقط. أونا أريا أو أونا فيلا بدونالي ترانزيتو سولو البدوني، ولكن بعد الخط الأحمر ده أصبح ما عادش البدون لوحده، هيبقى فيه أصناف أخرى، يبقى فالسو. يبقى إيه؟ ديفيتو دي ترانزيتو بير البدوني، نهاية منع عبور الراجلين، أقول له فالسو. السؤال رقم 16، السينيال ريفيجراتو فيتا البدوني دي أدفرساري لاسترادا، أو تعلم الإشارة أو تمنع الإشارة الممثلة عبور أو مرور الراجلين. الإشارة دي إشارة منع، بتمنع مرور الراجلين، قلنا لا ما بتمنعش مرور الراجلين. اوعى تتلخبط في السؤال بتاع نهاية بيركورس بدونالي، فينا دي بيركورس بدونالي، اوعى تقول ان هو منع عبور او مرور الراجلين. نون كونسنتيتو ترانزيت البدوني او في نون كونسنتيتو ترانزيت البدوني، اقول له ماشي، لكن فيتاتو ترانزيت البدوني بتمنع مرور الراجلين، تبقى فالسو. فيتا البدوني دي ادفرساري لاسترادا بتمنع مرور الراجلين من عبور الطريق او الممر، تبقى ايه؟ فالسو، تبقى يا جماعه فالسو. يبقى انا لازم افرق بين الاثنين، سينيالي دي بيركورسو بدونالي وسينيالي دي فينا بيركورسو بدونالي، الاثنين ما بيمنعوش مرور او عبور الراجلين، الاثنين ما بيمنعوش عبور الراجلين،
واحد بداية المنطقة المخصصة للراجلين، والأخرى اللي هي عليها الخط الأحمر اللي هي نهاية المنطقة المخصصة للراجلين. الاثنين بيسمحهم بمرور أيضا الراجلين، ولكن بعد وجود الخط الأحمر أصبح المنطقة مخصصة للراجلين وأصناف أخرى من المركبات. بكده بيكون خدنا جميع الأسئلة، كل الأسئلة اللي هتتواجد على هذه أو على هذين أو هاتين الإشارتين، 16 سؤال، منهم الصح ومنهم الغلط، هم دول جميع الأسئلة المتعلقة بهذه الجزئية. إحنا بنشكر حضراتكم على حسن الاستماع وحسن المتابعة، وإن شاء الله نلقاكم في درس جديد آخر من دروس سلسلة المقارنات، وإشارتين جداد أخرى نقارن بينهم ونجمع جميع الأسئلة الصحيحة وغير الصحيحة الخاصة بهم، عشان نكون في النهاية معانا أكبر قدر ممكن من الأسئلة المختلفة على جميع الإشارات المختلفة المتواجدة في الكتاب. شكرا لحضراتكم، وحتى ألقاكم، لكم مني خالص المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم.